والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل صحبه وسلم. اللهم صل على النبي. احنا ذكرياتنا مع البدون ما تخلص. ايه ذكريات ايام الغزو ولا اقزام الغزو ولا يعني مثل ما يقولون نبيك تكمل لنا الحلقة الثانية بعد ما الله نجاك من البار وانت وابوك وعطشتوا وبغيت تموتون. والله شوف الحلقة انا اقول لك اياها. كملها لنا لان الناس استانست عليها باليوتيوب طال عمرك. بعد الصلاة على محمد وآل محمد. شوف كانت الناس تطلع قوافل. ايوه. كل قافلة 50 سيارة. ايوه. قوافل 60 سيارة، قافلة صح. 70، قافلة 20. الله أكبر. طبعا القوافل من وين تطلع؟ من أي مكان؟ تطلع من أمغرة، إشارة سكراب أمغرة، اتجاه اليسار. برا قضية. وأنت ماشي الدائر السادس. ايوه. تجيك إشارة أمغرة. فهمت علي؟ المناقيش؟ محطة؟ إشارة. في هناك محطة المناقيش. اللي هي كانت فيها مات الإذاعة في هذا الضغط العالي. أيوة كنا نمشي على ذرة في قصر شيخ عبد الله مبارك الصباح هنا. إيه. المهم وإحنا ماشيين على الدار الثالث صح كم يجيك أمغرة صح نصعد من عند جسر ونروح يسار الحين اشتادية الجامعة لا بعد هي أدري يعني نفس الدرب نفس الدرب اشتادية الجامعة صح ونروح يسار يعني من هذا المكان حد ما توصل مركز ابو سنة السعودي ايوه اللي هو المركز البادي اللي هو خلال ثلث ساعة يعني ثلث ساعة انزين الله وسلم محمد وآل محمد انت الصبح تتجمعون الساعة كم قوافل لا ما نتجمع قوافل هي تظلها القوافل على 24 ساعة بالليل بالنهار الظهر وفي ناس دليلة اي على هو الدليل اللي يكون موجود اذا في دليل على سنع ثلث ساعة واذا دليله ما يعرف لا يقوم يخور فيك الكويت كلها بر وما كان فيها بعد جيش صدام ما حطوا الغام للحين لا متروسه كان جيش عراقي بس كانوا العراقيين ما طلع قرار المنع يعني لا ما كان في منع بالبدايه عرف شلون؟ طبعا احنا اللي حصل خرجوا سيارات كثيره طلع السيارات قبل ما نجمع احنا رجال واطفال وشباب قبل ما نطلع سيارتين ثلاث من الغراج هذا الكف في ذك يصير احمر زي النار الله اكبر اي والله وياخذ وقت يمكن ساعتين سبحان الله بعدين نرد نمشي نرد نطيح سيارات بالغراج سبحان الله المهم حد ما صار الساعه 1 بالليل وقطع يعني اكثر الناس نفذ ماء نفذ مايها ونفذ حليبها المهم وقفنا 1 بالليل حد ما شقشق علينا الفجر سبحان الله اي والله قلت له الدليل انا مسكت هذا قلت له الدليل انت ما تعرف انت تخور فينا من امس متى صور فينا الساعة 8 بالليل ضرب اي والله قام يعني يلف ويعود ما دل الطريق يلف ودينا السالم الكويتي السالم الكويتي عليه جيش عراقي ايام يخربط الله انت عسكري عاد الدل فقلت له من هني انت مالك شغل ما تتذكر اسمه جزاه الله خير ابو شنو هذيك الايام ما نتذكر يعني انت قاعد تتكلم عن ريال شايب يعني لا شباب بس ما مو شرط انه يعني متطوع هو ولا كروه ياخذ اجره لا من ضمن المسافرين يعني الله المهم قلت لهم ما هذا قلت لحبيبي تمشي وين في عشب اول شيء مشي على العشب عشان الظل تغرد فيه ويانا سيارات ما شاء الله عليك اي أيوة والله حد ما طالع شيء ولاقي لك راعي بعارين الله اي أيوة والله قلت لهم احنا اكيد الله اعلم احنا براضي السعوديه الحين الله جينا على مال بعارين قلنا له وين مركز ابو سنة السعودي؟ سبحان الله قال انتم بامان انتم بامان انتم براضي السعوديه 5 كيلو سبحان الله هذاك المركز الله والله سحبنا على المركز كان لاقي لك طبعا سيارة جمسات جيش سعودي يسلمون على الواحد محترمين حيل الحمد لله اي والله يسلمون على الواحد الحمد لله على السلامة لكل واحد يقولونها الكلمة هذه والله جزاهم الله خير كتب لكم عمر يدي كل واحد الحمد لله على السلامة ويعطونهم مبكة تبية ريوق في كنا سندويشتين او توست كذي يعني تصبيرة اي تصبيرة لا هذه ايام ما كان في تصوير اللي هذا حاليا يعني توست وجبن وبيضه واحده المهم الحمد لله ويعطون الناس جزاهم الله خير يعني السعوديه ايه موقفهم طيب يعطونهم كمبل كنا او بطانيه او متريال مو ذاكر بالضبط اي يمكن شيء الله هذا تاريخ بعد يعني شهر 8 1990 اي طبعا احنا نص 8 ولا اخر 8 لا احنا الحكي هذا يمكن اول 9 بدايه 8 ايه يعني توه 5-8 لا اكثر 20 والله يمكن بالحدود ما اتذكر التواريخ بالضبط انا بكل حر كان
حتى كان ويانا احنا من الربع الكويتيين اللي كانوا ويانا، كنا مهربين ويانا واحد اجانب امريكان. صحيح والله. ايوه. شقر ولا عفوا سمر؟ لا شقر عمر. وشنو ملبسينهم؟ لا بلاطين عادي لبسهم، فهمت علي؟ الله. بس ايش بالسيارات الخلفيه. الله جزاكم الله خير. يعني زين يوم وقفونا العراقيه وطلعوا ويانا سياره نايتات اللي غرزت، فهمت علي؟ حتى احنا يعني زين انه ما اكتشفوا الموضوع، هم ما راح يقدروا يكشفوه لان سيارات كثيره ما راح يكشفونها، يعني اذا لا سمح الله ما واحد